ايه الله يرحمك يا عم جاهد، احسنت يا شيخ عيد. لا مؤاخذة في السؤال يا شيخ حسني. ايوه. انت بعت البيت للفرارجي بكام؟ لا، في الحقيقة أنا ما بعتش للفرارجي، أنا بعت للهرم، هو اللي خلاني أبيع البيت بالحشيش. أيوه والله، كل يوم حتة حشيش بـ20 جنيه. حاكم أصل الهرم ده يضحك على الجني الأسد، النهارده بس ضحك على الحكومة. يخرب بيتك الراجل ده ناوي يوديه ده. انا ماشي. ده على فين لما حكك الاول؟ مش يخبي في كريم. ايوه باي، هو حاكم اصله بيبيع الصرف من عندهم، ولغايه دلوقتي يا اخي سبحان الله الحكومه تفتش بيته تلاقيه نظيف. انما انا نص عمال عليا في الاسطى حسن اللي طردته فتحيه. حاكم اصل نسوان حتتنا دول بقوا حاجه غريبه، مصايب. عارفين البنت روايح؟ في ايه؟ البنت روايح مرات سليمان الصايغ، هربت من يومين ومحدش عارف لها مكان، والواد يا عيني مقهور. ما تقول لنا يا شيخ حسني، الهرم باع البيت الصبح ازاي؟ الهرم لا باع ولا اشترى، تلاقي الصبح هو اللي وزعه عليا، بس انا ما سكتش بقى. عارفين الدكان اللي كنا بنقعد فيها؟ حطيت عليها يافطة. قام الراجل عرض عليا اسيبها على اني ساكن، وما رضيتش. اما صعد علينا صبيان انا وعطيه، ضربوا عطيه بطوه نخل. الله يخرب بيتك يا ابو زلقص. النهارده لولا ربنا ستر، لان زي ما انتم عارفين بقول كويس. أنا كنت ببيع البيت علشان الواد عاوز يسافر، أصله صعبان عليا كتر الفكرة، مش عارف يعمل حاجة. عارفين البنت خطة؟ يا لهوي، أبوك هيفضحنا. الواد يوسف وأنا عايز أبعده عنها، قلت يسافر أحسن. عارفين الولية مرات محمود النقاش؟ أنت عارفة مشكلة أبويا إيه؟ أنا مش عايز أقتنع إنه أحمد.